أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها اليوم للحديث عن بيان التحالف بانسحاب الانتقالي من المؤسسات الحكومية في عدن. إذن أعلن التحالف بدء سحب المجلس الانتقالي لمسلحيه من معسكرات الجيش والمؤسسات الحكومية والأمنية والعودة إلى مواقعه السابقة في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف في بيان أنه سيشرف على تسليم الانتقال لمقرات الحكومة، داعيا إلى استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج وتعزيز لغة الحوار والتصالح. إلى ذلك نفى المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن تكون هناك عملية انسحاب، وقال أن ما يحدث يأتي في إطار التفاهمات مع قيادة التحالف لتأمين بعض المواقع الخدمية في المدينة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: حقيقة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية، وهل ستنجح الحكومة في ملء الفراغ وضمان حماية كوادرها؟ لم تمضي سوى ساعات على إعلان التحالف تحقيقه نجاحا بانسحاب مسلحي المجلس الانتقالي التابع للإمارات من معسكرات الجيش والمؤسسات الحكومية الأمنية في عدن، حتى نفى ذلك المجلس نفسه. النفي جاء على لسان المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، والذي أكد أن ما جرى ليس انسحابا من المواقع التي استولى عليها، وإنما اتفاق مع اللجنة السعودية للإشراف على بعض المواقع الخدمية في المدينة كالبنك المركزي والمجمع القضائي. بيان التحالف الذي أكد بدء الانتقال في سحب مسلحيه جاء بعد تصعيد الحكومة، والذي شدد على أن محاولات التماهي والتمرير مع انقلاب عدن يسقط مشروعية تدخل التحالف نفسه في مواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية. وردا على بيان التحالف، أكدت الحكومة ترحيبها بخطوات بدء الانسحاب، مشددة في الوقت ذاته على أن ما حدث في عدن يعد فرصة مهمة لمراجعة العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس هادي. وعلى الرغم من بيانات الانسحاب التي أعلنها التحالف، إلا أن مراقبين لا يزالون يشككون بحقيقة ذلك، مؤكدين على أهمية أن يقوم التحالف بخطوات فعلية على الأرض لتثبيت ذلك، بدلا من إصدار البيانات المؤيدة للحكومة الشرعية والتي لا تغير من الواقع شيء، بل بمثابة تخدير وتساهم في منع الحكومة الشرعية من القيام بأي تحركات لمجابهة انقلاب عدن. إذن أبدأ النقاش مع ضيوفي، وأبدأ بضيفنا من عدن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم. أهلا بك أستاذ نزار. أهلا ومرحبا بك يا أخي العزيز. بداية الكلمة أستاذ نزار، بداية ما حقيقة انسحاب عناصر المجلس الانتقالي من المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأحداث الأخيرة؟ هي ليست عناصر، هي قوات جنوبية بالأصح، والقوات الجنوبية هي من تسيطر حاليا على أراضي الجنوب، ولكن حقيقة ما يتم تداوله في مواقع التابعة الشرعية للأسف هي طبعا مغلوطة. الجنوبيين مبدأهم واضح، والانسحاب هذا لغة غير مقبولة بالنسبة لنا جميعا. ما يحدث حاليا هو نوايا طيبة دائما من الجنوبيين، وهم من يبادر دائما في تصحيح الأوضاع، وبالتنسيق العالي مع قيادة التحالف العربي يتم هذا الأمر من خلال تحييد بعض المرافق الخدمية، وهنا نعيد ونكرر هي مجرد مرافق خدمية يستفيد منها المواطنين، وهذا في مصلحة الجميع، ولا يجب أن يكون هناك أي شك في هذا الأمر. طيب، وماذا عن باقي المواقع الأخرى، المواقع السيادية، هل ستنسحبون منها؟ سيدي العزيز، كيف ننسحب من أرضنا؟ تلك أرض جنوبية، والقوات المتواجدة فيها قوات نظامية جنوبية، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هي من تتواجد ومن تسيطر على تلك المنشآت وتحميها. السؤال غريب، يجب أن نفهم أن القوات التي تكون دخيلة على المنطقة هي من يجب أن تخرج من هذه المنطقة، وكان تحديدا للجميع أن المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المقاومة الجنوبية طلبت إخراج كافة المعسكرات التي لا تنتمي للقوات الجنوبية حتى لا تثير الفوضى والفتنة، لأن أهدافها باتت واضحة. بالتأكيد أن تقصد بالقوات أو الأجهزة المسلحة التي ليس لها القوات السعودية، تقصد أنت؟ بالحقيقة الأمر القوات السعودية والإماراتية هم من يدعموننا نحن، ولكن للاسف انتم دائما تطعنونهم في الظهر سواء في الاعلام او حتى في البلدان مؤخرا. لا، انت عندما تقول ان الاجهزه الامنيه والعسكريه التي لا تنتمي للارض يجب عليها ان تغادر، ففهم انها الاجهزه غير اليمنيه يعني. الثانيه يا اخي خلونا نكون واضحين، من يمثل الجمهوريه العربيه اليمنيه واعلامه هم انتم، ومن يمثل قواتهم العسكريه هو علي محسن الاحمر، وبالتالي هذه القوات غير مرغوب فيها من 94 الى الان. طيب فهم الكلام. طيب نشرك معنا بالنقاش من لندن المحلل السياسي محمد جميح. اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا. تعليقك على ما استمعت اليه من تصريحات اخيرا للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الاستاذ نزار هيثم، والعديد من وسائل الاعلام تناقلت تصريحات له اليوم، وهو ايضا اكد معنا هذه التصريحات الان قبل قليل، وايضا قراءتك لبيان التحالف حول انسحاب القوات التابعه للمجلس الانتقالي من الموقع التي تمت السيطره عليها مؤخرا. طبعا في البدايه احييك واحيي ضيفك او ضيفيك، لا ادري كم العدد، واحيي المشاهدين. الحقيقه ان بيان التحالف كان واضحا اليوم بان ما تم هو بدء عمليه انسحاب من المناطق او المواقع التي سيطرت عليها قوات الحزام الامني، وبالتالي يفهم من هذا ان المساله هي لا زالت في بدايتها حسب بيان التحالف، بينما الاخ نزار يقول بانها في نهايتها حسب او هكذا فهمت من الكلام ان المساله انتهت، وهذا خلاف ما هو في بيان التحالف. هذه نقطه. النقطه الاخرى ان القوات التي كانت موجوده هي قوات الحرس الرئاسي، وهذه حتى بالمعنى الشطري المناطقي هي قوات جنوبيه في معظمها، وبالتالي عندما يقال انه لا يجوز ان تنسحب القوات ابناء الارض لا ينسحبون منها، كذلك الوية الحمايه الرئاسيه يفترض لا يعتدى عليهم ولا يدخل الناس في معركه اصلا في معظمها كانت جنوبيه جنوبيه لم يكن فيها يعني ادخال اسم هذا القائد العسكري او ذاك علي محسن الاحمر او غيره. هذه امور يعني كانت في 94 يمكن أن تكون مفهومة لو أننا ما زلنا في ذلك التاريخ، أما اليوم وهذه القوات في معظمها تشكيلات جنوبية ومعروف أنها تتبع. لكن أستاذ محمد يقولون أن تداعيات ما حدث في 94 ما زال مستمر حتى الآن. هذا صحيح، طبعا هذا صحيح، لكن التداعيات غير يعني الحدث عندما يتداعى غير مسبب هذا الحدث. إذا كانت الأسباب تعود إلى 94 فإن هذه التداعيات بالأساس هي تداعيات يعني جرت فيها مياه كثيرة، وبالتالي خلاصة الكلام أن هذه الألوية ألوية الحماية الرئاسية هي ألوية جنوبية في معظمها، وضيفك الكريم يعرف ذلك، والمعركة هي كانت للأسف الشديد يعني دماء جنوبية في دماء جنوبية سالت، هذا معروف. لم تكن هناك قوات من التحالف اشتركت، ولم تكن هناك أقصد يعني قوات علي محسن الأحمر، يعني علي محسن الأحمر في الرياض. أنا أريد أن أقول بأن المجلس الانتقالي رأيي الشخصي لا يجب بحال من الأحوال أن ينظر إليه كما ينظر إلى الحوثيين في صنعاء. الحوثيون في صنعاء يعني هم أساس المشاكل كلها التي يعني خرجت منها كل هذه الإفرازات والتداعيات، لأنهم أصل البلاء، هم أصل الانقلاب في صنعاء. هذه نقطة. النقطة الأخرى أننا لا يمكن أن نقارن المجلس بالحوثيين، لأن المجلس أصلا جماعة يعني يمكن أن يؤخذ معها ويرد في إطار سياسي، بينما الحوثيون يستحيل ذلك لأنهم لا يؤمنون بالأداء السياسي، هم يؤمنون بأنهم جماعة مطهرة ومنزهة، وبأنهم هم أهل الحكم وأهل الميراث، وأنهم هم المصطفون كما هو واضح من أدبياتهم. المجلس الانتقالي نختلف نتفق معه، لكن هناك أرضية يمكن أن نقف معه فيها في إطار الحوار، لأنه يمكن في الأخير أن نتكلم على طيب أساسيات. بالنسبة لهذه الأرضية أستاذ محمد الآن مساحة التحرك فيها وحدوث مراجعات وإحلال وانتهاء المشاكل الحاصلة، كيف تتابع التصريحات بداية، وما الذي يمكن أن يسفر عن كل هذه الخطوات واللجان السعودية التي وصلت إلى عدن ومسألة القبول والرفض؟ ما الذي تتوقع، ما الذي تقرأه في قادم الأيام فيما يخص الانسحابات؟ أنا يعني أتصور أن الإعلام يجب أن يكون عاملا مساعدا، وأنا أتفق مع الأخ نزار بأن الإعلام يجب أن يكون عاملا مساعدا في لملمة الجرح الذي حصل خلال الأيام الماضية في عدن، وذلك من خلال مساعدة اليمنيين أنفسهم في عدن ومساعدة التحالف العربي على لملمة هذا الجرح الذي حصل، وذلك بأن يعني يسعى المجلس الانتقالي، هو لن يكون مجلسا ثوريا بحال من الأحوال، لن يستمر على هذه الحالة الثورية، في المآلات سيؤول المجلس الانتقالي إلى كيان سياسي، ولا بد أن يكون كذلك، لأنه حتى أعظم الثورات في العالم في الأخير تتحول إلى دولة، تتحول إلى مؤسسة، تتحول إلى حزب سياسي. هذا هو الإطار الصحيح للمجلس الانتقالي، فليكن لديه ذراع عسكري، يمكن أن يكون هذا الذراع العسكري والحزام الأمني، لكن في الأخير يجب أن يتحول إلى حزب سياسي، وهذه هي بداية اللقاء. أنا أتصور أن العمل يمكن أن يجري على هذا الأساس، وأن يشرك شراكة حقيقية مع الحكومة. أما مسائل أو قضايا بقاء اليمن على دولة واحدة أو على دولتين أو على 6 أقاليم، هذه مسائل أنا أعتقد أنه يعرف الجميع الذين يتصدون لهذا الشأن بأنها مسائل لا يمكن أن نفرغ منها في هذه اللحظة الآنية، لأنها مسائل تتعلق بمقررات دولية، تتعلق بدساتير، تتعلق بمنظومة لا يمكن أبدا الخروج منها. حق تقرير المصير هو حق، لكنه في كل القانون الدولي يجب أن يقره برلمان البلد الذي يريد بعض أو جهات في هذا البلد أن تقرر مصيرها، أو شعب في هذا البلد أن يقرر مصيره على أساس عرقي أو على أساس لغوي أو على أساس ثقافي أو ديني أو ما إلى ذلك، لكن يجب أن يقر هذا الحق في البرلمان، هذا ما يقوله القانون الدولي. طيب بالنسبة لعملية الانسحابات، توقعاتك دكتور محمد؟ نعم، بالنسبة لعملية الانسحابات والآن خطوات الآن ربما التركيز على الانسحاب من المواقع من قبل السعوديين والحكومة، هل ستسير هذه الأمور بالشكل الذي تريده الحكومة، وما هي خياراتها أيضا؟ الحكومة واضحة، والمراقب يعرف بأن هناك مواقع كانت تتبع الحرس الرئاسي. طبعا الإخوان في المجلس الانتقالي هذا حقهم أن يقولوا هذه قوات إخوان، هذه قوات إرهاب، هذه قوات خوارج، هذه قوات جن وعفاريت وما إلى ذلك، هذا خطاب سياسي في الأخير، لكنه لا يمكن أن يكون خطابا حقيقيا، لأنه إذا قلنا بذلك فيعني ذلك أن رئيس الجمهورية يتستر على إرهابيين، ولا يمكن أن نقول ذلك، ولا أعتقد أن الإخوان في الانتقال يقصدون ذلك أو يريدون أن يقولوا ذلك، لأنهم هم يدعون الرئيس اليمني إلى أن يعود، ويقرون حتى هذه اللحظة بشرعيته، وبالتالي ينبغي البحث عن المشتركات من أجل البناء عليها. هذه المشتركات الحكومة اليمنية تقول بأنه هناك ألوية حماية رئاسية قد دخل إلى مقراتها وتمت السيطرة عليها، يجب العودة إلى تطبيع الأوضاع ما قبل يعني عمليات اقتحام هذه المعسكرات. يمكن الوصول إلى ذلك إذا ما هدأت النفوس، وإذا ما انتشر جو من الثقة، وإذا ما تركنا أيضا كما أن الأخ نزار يطلب من الآخرين أن يتركوا التضخيم الإعلامي، وهذا مطلوب وهذا حق، أيضا عليهم هم أنفسهم أن يتركوا التضخيم الإعلامي بأن هذه المعسكرات التي فيها أبناء الجنوب ورجال الجنوب وعسكر من الجنوب وأمن من الجنوب، يجب أن لا نشيطنهم إلى هذه الدرجة بأنهم دواعش وإخوان وإصلاح وعلي محسن لا، الأمور لا تؤخذ بهذه، لأن المواطن يفهم، المواطن يعرف، المواطن أصبح على حس عال من الذكاء ومن الثقافة السياسية كذلك، بحيث يميز الغث من السمين أثناء الخطاب الإعلامي والسياسي. أشكرك جزيلا دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وأعود للأستاذ نزار هيثم لو تعلق من النقطة الأخيرة التي تحدث عنها، وتحذير دكتور محمد جميح فيما يخص شيطنة القوات والأفراد الجنوبيين الذين هم في مواقع تتبع الحكومة الشرعية. إذا كان لك من تعليق أستاذ نزار. أولا حاب ذكرناها أن المعسكرات الجنوبية والأفراد بالفعل جنوبيين، ولكن هناك عناصر مواجهة لعلي محسن الأحمر انخرطت برداء الشرعية واستوطنت تلك المعسكرات وتكون العداء للجنوبيين. ماذا نعمل لهم عندما يستخدمون الكتافات ويقصفونها ضد المواطنين؟ ماذا علينا أن نفعل؟ هل فقط نتفرج عليهم أم علينا من حقنا الدفاع عن النفس، وأيضا إبعاد هذا الخطر الذي يتواجد للأسف في وكر المعاشيق سابقا؟ الأمور الآن بدأت تعود إلى طبيعتها بعد أن تدخل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الجنوبية. سيظل الأفراد الجنوبيين الذين رفضوا الانصياع لتلك الجماعات هم إخواننا، ومن يعمل الآن مع أمن عدن في تأمين تلك المنشآت هم إخواننا الشرفاء من اليات الحمايه الرئاسيه، سيبقوا دائما هم اخواننا ولن يستطيع هذا الحزب الشيطاني ان يفرق بيننا. طيب بالنسبه للضغوط اليوم المفروضه من المملكه العربيه السعوديه على راس التحالف فيما يخص الانسحاب من المواقع، جميع المواقع التي كانت تحت سيطره الحكومه الشرعيه، كيف يمكن الاستجابه من قبلكم لهذه الضغوط وهل يمكن ان تصلوا الى حاله الصدام؟ تسمعني؟ الو استاذ نزار تسمعني؟ الو هاني. طيب تبقى معنا. تسمعني استاذ نزار؟ طيب ساعود لك استاذ نزار واشارك معنا بالنقاش من الرياض المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. اهلا بك استاذ سلمان. استاذ سلمان تسمعني؟ طيب أعود للأستاذ نزار هيثم إذا كان يسمعني الآن بشكل أفضل. أستاذ نزار هل ما زلت معنا؟ أستاذ نزار هل تسمعني أستاذ نزار؟ طيب إذا سنحاول التواصل مرة أخرى مع ضيفينا من العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي، وأيضا من العاصمة السعودية الرياض السيد سلمان عسكر الكاتب والمحلل السياسي السعودي لاحقا في هذه الحلقة. إذا كان الاتصال جاهز الآن بالأستاذ سلمان أعود للتواصل معه مرة أخرى. أستاذ سلمان أهلا بك مرة أخرى إلى زوايا الحدث. أستاذ سلمان تسمعني؟ معك اسمعك حياك الله. اهلا بك. بدايه اذا كان لك من تعليق على ما جاء في بيان التحالف فيما يخص انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي تمت السيطره عليها، وايضا التصريحات التي جاءت من قبل المتحدثين باسم المجلس الانتقالي فيما بعد حول عمليه الانسحاب. بيان التحالف هو نفس البيان الذي صدر من اللحظات الاولى لحركه الانفصال. بيان كان واضح وصريح بأن على الانفصاليين أن يعودوا ويسلموا كافة المواقع التي سيطروا عليها، وأن سيتم التعامل معهم وفق الطرق التي كان لابد أن يستخدمها التحالف لو لم يحدث ما حدث اليوم. تراجع الانفصاليين هو الأمر الحتمي الذي كان أمامهم، لا يوجد خيار آخر غيره. بالنسبة للبيان الذي صدر عن ما يسمى الانفصال أو عن مناطق الانفصال، هو بيان يعني يؤكد بأن ليس لديهم أي خيار غير هذا القرار. هم يعلمون بأن المصير سيكون حتمي وسيكون سيؤدي إلى طريق مسدودة أمامهم. أتوقع بأن هذا القرار الذي اتخذه الانفصاليين هو قرار جيد، وكان لابد من هذا القرار، لأن في الأخير مصلحة الشعب اليمني ومصلحة اليمن هي أهم من أي مصالح شخصية أو قرارات انفصالية أو ما يسمى اتخاذ قرارات مصيرية. الآن أمام الانفصاليين، أمام الشعب اليمني عدو واحد وهو الحوثي. إذا انتهى هالأمر وتم السيطرة واستعادة الشرعية اليمنية، فاليمنيين هم أصحاب القرار. أما أن يأتي بهذا الظروف الصعبة من يحاول أن يثير الفتنة أو القلاقل أو أن يدعي تحقيق المصير، أعتقد أن المرحلة والوقت ليست بصراحة مجدية في هذا الأمر. طيب لكن المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي يقول أن ما حدث اليوم ربما هو يأتي في إطار تفاهمات مع قيادة التحالف حول الانسحاب فقط من بعض المواقع الخدمية لما له علاقة وتأثير بخدمة المواطنين فقط، لكن مواقع أخرى سيادية، مواقع مهمة أخرى لا يمكن الانسحاب عنها، لأنه كيف يطالب أبناء الجنوب المدافعين عن قضية الجنوب بالانسحاب من أرضهم كما يقول؟ لا يا سيدي، اليوم ما سلم هو سلم مواقع رئيسية. صحيح لا يزال هناك السيطرة على بعض المواقع، ولكن مصيرها هو التسليم. الأمر الذي تم الاتفاق عليه من اللحظات الأولى وفي بيان التحالف الذي كان واضح وصريح أن يتم تسليم المواقع العسكرية والمدنية والخروج منها وهذا القرار الذي لا يمكن أن تحيف أو يطيب عنه التحالف. أما أن يأتي من يحاول أن يقول سنسلم جزء ونحتفظ بالجزء الآخر، فهذا هو ذات الأسلوب الذي مارسه الحوثيين عند دخولهم صنعاء. لا أعتقد بأن هذه الحيلة ستنطلي على التحالف. لا أعتقد بأن الانفصاليين سيخوضون معركة قوية وشرسة أمام التحالف. أعتقد بأن الأمور الآن تتجه إلى التهدئة، وهذا ما يحتاج له الشعب اليمني كافة. الأمور الآن هادئة، وأتوقع من الانفصاليين في الجنوب أن يحكموا لغة العقل، وهذا هو ما ينتظره الجميع منهم. إذا حدث بعض ما نسميه الاختلالات أو ما شابه ذلك، فهي أمور تحت السيطرة، ولا أعتقد بأن الانفصاليين أنفسهم سيرضون أن يفتحوا فجوة عليهم قوية ستكون أشد قسوة بصراحة من مواجهة الحوثيين. ما الذي أنت تريد أن تلمح إليه أستاذ سلمان فيما يخص الآليات اليوم والخيارات المتاحة أمام المملكة العربية السعودية لإنفاذ ما تريده اليوم في الجنوب وتحديدا في عدن بعد الأحداث الأخيرة، حتى تثبت أنها ضد ما حدث وأن هدفها اليوم هو إسقاط الانقلاب والحوثيين؟ من اللحظات الأولى لانطلاق عاصفة الحزم التي أتت بطلب من فخامة الرئيس عبد ربه هادي منصور هو إعادة الشرعية، استعادة الدولة من أيدي العصابات الحوثية الإيرانية التي نهبت وسرقت وسيطرت على السلطة. لم يكن وقتها أو حينها أمام التحالف ما يسمى انقسام جنوب أو شمال. الآن أمام التحالف هو استعادة الشرعية، وستستمر في هذا الطريق. ولكن الآن ما حدث في عدن صحيح أنه سيؤخر الحسم، ولكن في الأخير لا بد أن يفصل أمره. ثم بعد ذلك ليس لا أمام التحالف ولا المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي دخلت كمنقذ ولن تدخل في مواجهة حرب. أمامها أن تعيد الشرعية وتسلمها للرئيس الشرعي عبد ربه هادي منصور، ثم بعد ذلك للشعب اليمني أن يقرر المصير، أن يريدوا الشمال الجنوب أكثر من ذلك أقل من ذلك. هذا شأنهم وهذا حريتهم، وليس لحتى أحد يتدخل في سيادتهم الخاصة. لكن المرحلة الحالية الحتمية هي استعادة الشرعية أمام التحالف العربي وأمام كافة اليمنيين. هو عدو واحد وهو الحوثي، بعد السيطرة عليه واستعادة الشرعية لليمنيين تحقيق المصير. أما الآن يحاول من يثير الفتنة في الجنوب أو أن يعمل الكلاكل أو أن يعمل الشجاعة في الوقت الضائع، فهذا غير مقبول لا أمام التحالف ولا أمام الشرفاء اليمنيين. طيب ننقل هذه النقطة للأستاذ نزار هيثم، هو معنا الآن على الهواء. أستاذ نزار تسمعني؟ أستاذ نزار؟ طيب يبدو أن الاتصال مع الأستاذ نزار هيثم غير جاهز مرة أخرى، وهناك إشكالية ربما في التواصل. أعود للأستاذ سلمان، تكمل فكرتك أستاذ سلمان. ما أريد توضيحه يا عزيزي أن المطالب التي يطالب بها أهل الجنوب وهو الانفصال، أنا أرى من وجهة نظر شخصية هذا حق مشروع لهم، ليس لأحد جدال بذلك. ولكن ما دخل عليه التحالف من الساعات واللحظات الأولى هو هدف أساسي إعادة الشرعية. عند إعادة الشرعية وعند إعادة الحكومة وعند السيطرة على الانقلاب الحوثي الإيراني الذي يسيطر الآن على مفاصل الدولة في الشمال، يصبح تحقيق المصير لليمنيين بأيديهم وليس بأيدي غيرها. الآن بعد للأسف التدخلات هي التي تحاول أن تزيد النار أو الوقود أو تزيد بصراحة النار اشتعالا من أجل إثارة الفتنة. الجنوبيين حكماء، اليمنيين أهل حكمة وأهل عقل، وسيحكمون المصير الذي هو قيمة دولتهم الصحيحة. ليس هناك مجال الآن أن نسمع نسمع بمن ما يحدث أيضا في حضرموت، ما يحدث في الحديدة. الآن اليمن يا أخي ممزق. الهدف الذي يسعى إليه اليمنيين والتحالف هو وحدة قوية، أن يعود اليمن كأصابع الكف الواحد إلى رمزيته وقوميته العربية وإلى حضن العرب وليس إلى أحضان إيران. ما يحدث الآن في اليمن يا سيدي هو أمر مؤسف. طيب وكيف يمكن للتحالف أستاذ سلمان، وكيف يمكن للتحالف على رأس السعودية اليوم إعادة الأوضاع في عدن في ظل حالة الرفض اليوم من قبل القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي؟ يا اخي لا زال هناك عقلاء ولا يزال هناك حكماء ولا يزال هناك يعني في اليمن بعض الرجال المخلصين الذين اهدافهم ليست محصوره او ذات افق محدود، لهم ابعاد ولهم رؤى ولهم يعني مصلحه اليمن فوق كل شيء. فاذا لا اعتقد بان الجميع سيرضى بان تدخل اليمن في بصراحه في نفق مظلم. الان ما يحدث في عدن هو بدايه شراره او كارثه. سؤال أخير أستاذ سلمان، قراءتك لسير عمل اللجنة السعودية اليوم التي تتولى عملية الانسحاب، ما الذي يمكن أن تؤول إليه الأمور وكيف تقرأ قادم الأيام؟ كل ما يحدث سواء في الجنوب أو في أي موقع يا سيدي من اليمن هو بتنسيق، ليس هناك كما يحاول البعض أن يثير الفتنة أو إعلام رأس حربة لإثارة مشاكل في المنطقة، أبدا ما يحدث هو بالتنسيق مع الحكومة الشرعية التي يرأسها الرئيس عبد ربه هادي منصور. هناك تواصل مع الأخوة في الجنوب. أعتقد بأن الأمور حاليا تسير في الطريق الصحيح. هناك من يحاول أن يترجم لغة بعض الخطابات حسب الأهواء التي تخدم المصالح الخاصة لهم. لا سيدي، ما يحصل الآن في الجنوب هو هدوء من البارح في وقت متأخر. لجنة التنسيق أعتقد أنها تجري في الطريق الصحيح، وهناك حسب ما سمعنا، أنا لم أتأكد لهذا الأمر، أن هناك لجنة تنسيق سعودية إماراتية. هذا ما نحن نسمو إليه ونطمح إليه وما يطمح إليه اليمنيين، وأعتقد أن هناك رأس حكمة وعقل يدبر لمثل هذه الأمور لتهدئتها والاتجاه أو إعادة الأمور إلى صوابها. طيب، لجنة سعودية إماراتية، ما الذي يفترض أن يكون في مهام هذه اللجنة السعودية الإماراتية؟ طبعا تهدئة الوضع، يعني الترتيب ما يحدث الآن، يعني بعض القادة الانفصاليين ماذا يريدون بالتحديد ولماذا خرجوا في هذا الوقت وما هي المبررات؟ ليش؟ نعم، والمطلوب من الإماراتيين الضغط عليهم لأنهم يدعموهم يعني. لا، أنا ما أقدر أقول الإماراتيين يضغطوا عليهم ما يضغطوا عليهم، ما يحدث هو شأن يمني. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي رأس التحالف العربي لإعادة الشرعية وليس للانفصال. كل ما يحدث هو مجرد فقاعات إعلامية بأن الإمارات، الإمارات شريك رئيسي في التحالف العربي، وهدفها وغايتها الرئيسية كما صرحوا مسؤولي الإماراتيين هو استعادة الشرعية وليس تحقيق الانفصال. فهنا يجب أن لا نخلط بين الأمور. فقط في هذه النقطة أريد أن أوضح أن ما يحدث الآن هو التركيز على استعادة الشرعية. سيدي، أشكرك جزيلا سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم عبد الرقيب العمارة. في أمان الله.